بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نعمل مراجعة سريعة للمحاضرة الماضية اللي أخذناها عن شابتر 27 من أخذناها من كتاب السيروي. فمنا نعمل عن طريق البي دي اف تبع الدكتور محمد سالم مراجعة سريعة للي أخذناه. الشابتر 27 كان بيتكلم عن الكرنت اند ريزيستنس. أول شيء تحدثنا عن الأفرج كرنت والإنستانتينيوس كرنت اللي هو التيار المتوسط والتيار اللحظي. زي ما شفنا هنا في عنا إلكتريك تشارج بتتحرك خلال خلينا نحكي ريجن إن ذا سبيس، منطقة في الفراغ. إذا كان عندي بوتنشال ديفرنس طبقناه بتوين تو بوينتس، إذا في فرق جهد فإنه الإلكتريك تشارج خلينا يتحرك بين هذول النقطتين اللي بيناتهم فرق جهد. خلينا نحكي زي ما احنا شايفين بالرسمة هنا. عرفنا احنا المرة الماضية الاي افرج هو دلتا كيو على دلتا تي. الدلتا كيو هي التي تعبر المقطع هذا الاي الكروس سكشن اي، هي التي تعبره خلال مدة زمنية مقدارها دلتا تي. فعدد خلينا نحكي الشحنة او خلينا نحكي قيمة الشحنة التي عبرت خلال هذا المقطع في زمن مقداره دلتا تي، هذا هو الافرج كرنت. الاي افرج زي ما احنا شايفين هنا موجودة عندنا الاي افرج. في عندي اذا اخذنا خلينا نحكي التيار اللحظي اللي هو الاي انستانتينيوس، اذا اخذنا هذا الليمت دلتا كيو على دلتا تي لما دلتا تي تقترب من الصفر صار عندي مشتقة كيو على مشتقة الزمن. الوحدة لهذا التيار من الذكرة هي الامبير، حيث الامبير هي كولوم لكل سكند. تشارج بارتيكل اللي بتعبر هذا السيرفس بنسميها الموبايل تشارج كاريرز اللي هو ناقلات الشحنة المتحركة، وقد تكون بوزيتيف او قد تكون نيجاتيف، لكن اصطلاحا اصطلحنا انه الدايركشن للكرنت هو الدايركشن اوف ذا نت فلو اوف ذا بوزيتيف تشارج. خلينا نحكي صافي التدفق للشحنة الموجبة، هذا بنسميه اتجاه التيار. This is called the conventional current، يعني التيار الاصطلاحي المتعارف عليه. The flow of negative current، خلينا نحكي اتجاه اللي هو الفلو للإلكترونز للنيجاتيف تشارج، يعني كما في الكوندكتر في الموصلات. بهاي الحالة بيكون عندي التيار هو الأوبوزيت دايركشن للإلكترونيك كرنت، يعني التيار الآي بيكون عكس اتجاه تيار الإلكترونات. الكرنت اند دريفت سبيد، خلينا نحكي عرفنا احنا في عندي مجموعة من الشحنات عددها هي كابيتال ان العدد الكلي، والتي تساوي سمول ان اللي هي النمبر اوف موبايل تشارج كاريرز اوفر فوليوم. فهذا سمول ان بيساوي كابيتال ان على بي، اذا كابيتال ان اللي هو العدد الكلي عدد الشحنات اللي مرت خلال هذا المقطع A. فعلى الفوليوم، الفوليوم زي ما احنا شايفين بالرسمة هون الفوليوم بيساوي اللي هو مساحة المقطع في الدلتا اكس، والدلتا اكس بتساوي السرعة في الزمن اللي هو VD drift velocity في دلتا تي. فعشان هيك بيكون عندي العدد الكلي للشحنات التي عبرت هي زي ما احنا شايفين هون N capital بتساوي N small في A في دلتا اكس. لما نيجي نحسب الشحنة، الشحنة بتساوي الدلتا كيو بتساوي ان كابيتال اللي هو عدد في الشحنة نفسها، فتساوي ان سمول في ان في اي كابيتال في دلتا اكس في كيو. بدي اعبر عن الدلتا اكس هسه انها هي عبارة عن في دي اللي هو السرعة اللي هي المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن. فحطينا دلتا اكس اللي بالمعادلة هاي هون، حطينا هاي دلتا اكس اللي هون، حطينا مكانها في المعادلة هاي النهائية اللي هو في دي في دلتا تي، فهاي عبرنا عنها مكان الدلتا اكس. فيصبح عندي التيار النهائي الاي افريج بيساوي بعد ما نقسم على الدلتا تي اللي هو دلتا كيو على دلتا تي، هذا تعريف افريج كرنت. بنختصر الدلتا تي مع دلتا تي، بضل عندي ان في اي في في دي في كيو، هذا هو اللي هو التيار الافريج. القانون هذا مطلوب منكم تكونوا عارفينه او حافظينه. احنا بشكل عام بالكوندكترز التشارج كاريرز هي عبارة عن الفري الكترونز، هاي في الكوندكترز، وهاي الفري الكترونز هنا في السطر الاول اللي هي الفري الكترونز، هاي بتكون
بتتبع راندوم ثيرمال موشن، يعني حركة عشوائية زي حركة جزيئات الغاز، حيث انه الالكترونات بتصطدم مع اللي هو الاتومز تبعت الميتال او الكوندكتر، اند الريزلتنت موشن يعني بيكون شكلها اللي هو بنسميه زجزاج كومبليكيتد، يعني بيكون شكلها معقد وزي ما احنا شايفين هون. بس لما نطبق فرق في الجهد على طرفي الكوندكترز، فرق الجهد عاده بيكون البطاريه هاي البتري، في عندي ينشا الكتريك فيلد ان ذا كوندكتر، نت الكتريك فيلد. هذا الالكتريك فيلد بيجبر الالكترونات انهن تتحرك باتجاه معين اللي هو عكس الالكتريك فيلد. احنا بنعرف انه الالكترون بيتحرك عكس الالكتريك فيلد، فبيجبره بيتحرك باتجاه معين، عشان هيك بينشا التيار في الكوندكترز، فبيبطل عندي حركه هي يعني الزجزاج. عندي الالكترونز تتحرك slowly along the conductor in the direction opposite، زي ما حكيت هسه انه opposite للالكتريك فيلد، تتحرك بسرعة بنسميها drift velocity. الاسئلة هاي راح نحلها في، خلينا نحكي ملف وورد لحالها، الاكزامبلز بحلها لكم اياها لحالها. الاسئلة هاي اكزامبل 27-1 واكزامبل 1 و 2 و 3، هذول بحلهم لحالهم في ملف وورد. نيجي على المقاومة اللي هي الريزيستنس او الكرنت دنسيتي، زي كمان عرفنا انه اذا طبقنا فرق جهد بين طرفي هذا الكوندكتر اللي مساحة مقطعه A زي ما احنا شايفين في الرسمة هاي، عندنا VB ناقص VA هو فرق الجهد. الالكتريك فيلد زي ما احنا عرفنا انه زيرو لما يكون داخل الكوندكتر، لما يكون في حالة ستاتيك إكوليبريم اللي سميناها الكتروستاتيك إكوليبريم. بس هنا لما طبقنا فرق جهد بين طرفينه بصير عندي هنا الكتريك فيلد داخل الكوندكتر ولا يساوي زيرو. هذا الالكتريك فيلد هو اللي بيسبب لي الكرنت داخل التيار. فاحنا اذا بدنا نفترض انه الكروس سكشن اريا A وفي عندنا فرق الجهد اللي هو VB ناقص VA، في عندي I اللي هو كرنت حيتدفق. الكرنت دنسيتي زي ما المحاضرة الماضية عرفناه هي عبارة عن التيار على اللي هو مساحة المقطع، اللي هو مساحة المقطع A، فA تختصر مع A التيار اوجدناه من السكشن السابق. بس عندي هذا الجي اللي هو الكرنت دنسيتي اللي هو الكرنت بير يونت اريا، يساوي سمول ان في في دي في كيو. الاس اي يونت له هو امبير على متر مربع، فالكرنت دنسيتي بيكون كمان هي كميه متجهه، بيكون اتجاهه نفس اتجاه التيار اللي هو اتجاه الشحن الموجبه. خلينا نحكي الكرنت دنسيتي بيكون يونيفورم، هذا بيكون يونيفورم اذا كان مساحه المقطع A is perpendicular to the direction of the current، يعني لما يكون مساحة المقطع هو عمودي على اتجاه التيار. طيب الكوندكتيفيتي، الكوندكتيفيتي تعرف الكوندكتيفيتي هي الراشيو ما بين الكرنت دنسيتي والالكتريك فيلد، وهاي بتساوي كونستانت داخل الكوندكتر. اذا هنا الكوندكتيفيتي اللي هي سيجما بتساوي جي على اي، والجي اللي هي الكرنت دنسيتي اللي حكينا عنها قبل شوي. فعندي هنا بصير عندي هذا القانون اللي وهو مهم بنسميه قانون اوم، اللي هو جي بتساوي سيجما الكرنت دنسيتي بتساوي جي على اي، هذا بنسميه قانون اوم. هسا بدنا نكتبه بصيغته اللي احنا بنعرفها. طبعا زي ما كمان حكينا بالمحاضره الماضيه انه ليست كل الماتيريال بتتبع قانون اوم، في عندنا بعض الماتيريالز اوبي اومز لو بتتبع قانون اوم بنسميها اوميك ماتيريال، وبينما في عندنا ماتيريالز مواد اخرى ليست اوميك ماتيريال لها مقاومه ولكنها لا تتبع قانون اوم، اي ليس لها كونستانت كوندكتيفيتي. فعندي اومز لو هو ليس، خلينا نحكي من قوانين الطبيعه، بينما هو علاقه امبيريكال ريليشن، علاقه تجريبيه فور سيرتن سيتويشن، عندنا certain situation. خلينا نشتق قانون اوم في صيغته النهائية. زي ما بنعرف احنا انه فرق الجهد هنا دلتا في بتساوي اي في ال، هذا تعريف فرق الجهد. فرق الجهد بيساوي الالكتريك فيلد في طول اللي خلينا نحكي الموصل. فبنعبر عن الاي اللي هو الالكتريك فيلد هنا
بنعبر عنها هي بتساوي جي اللي الكثافه على سيجما. فهون بصير عندي الدلتا في بتساوي جي على سيجما في ال. بعدين الجي بنعبر عنها هي عباره عن الاي على ايه اللي هو زي ما احنا شايفين هون.